طبعا الحكم غريشا كنعرفو كنعرفو مزيان ومتبع المسار ديالو. هو في اخر يعني مشوار او المسار ديالو اخر يعني بقى 3 شهور ويعتزل. ارتكب اخطاء حقا يعني اخطاء مؤثره، هي ماشي كثيره ولكن مؤثره، المشكله كانت مؤثره. الخطا الاول اللي بدا به هو انه نضر اشرف داري في الكره اللي خرج يعني الزاويه وما فيهاش نهائيا يعني حتى الريحه ديال الخطا، وخد عليها يعني انذار، وكان انذار على مدافع في ذاك المحل في ذاك المباراه كياثر على نفسيا يعني كيولي كيخاف انه يتدخل، وشيء هو اللي وقع لا 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 الخطا اللي وقع فيه النقاش. اذا هذا الخطا الاول. الخطا الثاني هو الهدف، هدف لا غبار عليه. اللاعب يعني المسافه قريبه، ملي كتكون المسافه جوج الشرطي اذا كان توفروا توفر منهم غير واحد راه ما كتعتبرش لمسه يد. اولا اذا كانت المسافه قريبه جدا واللاعب ليس له يعني مجال لابعاد يديه، هذه ما كانش، لان الكره جات هو في ظهر اللاعب يعني ما كانش مجال يعني قريب ليه، ما كانش كيف يحيد الدو. والثانيه هي انه اليد يعني ملتصقه بالجسم ديالو. هادو جوج شروط مفرين. اذا هدف صحيح، هذا معروفه وان الخبراء كل شيء علم. بالنسبه لضربه الجزاء، بين ضربه الجزاء، ضربه الجزاء باش ما نكونش انا صايم ما نكذبش عليك، ما واضحاش. انا عييت ما نشوف ما واضحاش الزوايا، الزوايا اللي عطاونا ما واضحاش، انا نقول لك ما واضحاش. خطا اخر اللي تكبوا الحكام وهو طرد الحارس. لم يجد الجرأة والشجاعة التي وجدها في طرد لاعب في ميدانه وفي الدقيقة 46 ومنهزم وفي مباراة مصيرية وطردوا اللي هو النقاش وعميد الفريق. وجدت الجرأة والشجاعة طردوا، ما وجدتش الجرأة والشجاعة اللي الحكم بقى غير يصرفقك، ما بقى له غير يصرفقه. يعني رد الفعل من بعد ما ديال الحارس من بعد ما خدا الصفراء يعني لا جدال ولا غبار ولا نقاش في انه خاصو الصفراء والفريق يكمل 10 ب 10. و10 في هذاك الوقت راه بالنسبة للوليدات اللي كانت تلعب 10 راه يمكن يغير كثير في سير المباراة. بالنسبة للسمكيات من التحكيم للفن، يعني عاودنا شوية المسار ديالك على التحكيم. انا ملي كنت صغير وانا كنت فنان وكنت عاشق للكرة، عاشق ليهم بجوج. طبعا ملي خديت البكالوريا وجدت المجال مفتوح قدامي انني باش نتعلم المسرح ونتكون، وجاب الله انني شقيت الطريق ديالي في هذا الميدان هذا، جاب الله التيسير. ولكن مع ذلك انني لم اتخلى عن الجانب الرياضي بشكل او باخر، انا متتبع الحركه الرياضيه بكل تفاصيلها. يعني التحكيم تخليت عليه في سنه 98 ملي كنت حكم جامعي، مجموعه من الاسماء الكبيره. ولكن طبعا ما يمكنش اسم معروف وليد الناس كيعرفوني انني غادي نبقى نلعب كحكم، غير ممكن نجمع بيناتهم. شنو البوست ديالك؟ كتلعب كور؟ طبعا انا كنت بديت حياتي كلاعب، بديت كحارس مرمى، كنت حارس يعني نقولوا مزيان، ولكن من بعد اكتشفت انني قصير القامه ومن ثم وضعت نهايه للمسار ديالي كلاعب. وبديت كندير التدريب، بديت كندير التسيير، بديت كان من بعد يعني كونت مجموعه ديال الفروق وساهمت وكنت وراء مجموعه ديال اللاعبين اللي الحمد لله بيناتهم مجموعه ديال اللاعبين اللي وصلوا للفرق في القسم الثاني، القسم الاول، في الاسماء يعني باش ما نكذبش عليك، كانوا عندي لاعبين اللي لعبوا في ستاد الله يرحمهم كان يرحمهم بحال مثلا عبد الرحيم الباز، لعبوا عندي مجموعه الدراري في فريق النصر اللي لعبوا منهم اللي لعب في اشبال الجو عبد الفتاح بن رحال، لعب العسراوي احمد اللي لعب في التقدم اللي كانت في القسم الثاني، اللي لعبوا في مجموعه ديال الثالث. كنت شويه مع عصام الراقي لان كنت وجهته، كان جاء لي وتوجهته والحمد لله. انا ما نقولكش باش كنت انا الافضل ديالي عليه هو، ولكن انا من الناس اللي كانوا وجهوه الحمد لله جاب الله التيسير.